هنشوف مين هيدخل اكبر عدد اطواق عند القمع التاني. جاهزين؟ اوكي يلا ريدي ستيدي جو. يا سلام، ولا واحد. ولا واحد. لا ما بيعملش، هي كده اصلها، فاهم؟ استنى. يلا. ايوه كده. يلا يا سيم. يلا ركز. الله. الله. ولا اي واحده. ايه الحلاوه دي؟ ولا واحده. يلا يا سيم. واحده بس، مامته تقول لك واحده يعني. ان شاء الله تظبط واحده. ان شاء الله. يعني ولا واحد، ولا بتطلع قدامه وسايباك، ولا بترجع ورا وسايباك، يعني تمام. يعني ايوه ايوه صح كده يا سليم. ايوه برافو والله، بس هو التكنيك ده صح. انا عايز اعدل لك القمع. روحي اعدل القمع بسرعه. يلا لو فاضل لك واحده لا تيجي ولا حاجه. خلصت؟ معلش يا قصوري، تعالى هنا. يلا سليم خلص برضو، ولا حد جاب اي حاجه في اي حته. ماشي.